وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة، ومرة أخرى شروق عماد. شكرا لكما أميرة وصحر، والآن وقفة أخيرة مع أهم وآخر أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الاثنين طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب جر على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 35-25، الإسكندرية 32-23، مطروح 31-22، بورسعيد 33-25، الإسماعيلية 36-25، السويس 35-25، العريش 34-24، طابة 36-25، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 40-29، والأقصر 42-28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 42-31، حلايب 37-31. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.